بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله على حضرته وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم أحبتي المشاهدين ولقاء جديد وبرنامجكم دين حياة. أعزائي السادة المشاهدين، في هذا اللقاء سوف نتحدث عن متى يتحقق العبد بالعبودية لله، ومتى يرقى العبد إلى كونه عبد رباني. إزاي يصل العبد؟ إمتى يصل العبد إنه يبقى عبد رباني؟ يعني إيه عبد رباني؟ متصف بصفات الله عز وجل. يعني أرجو الانتباه أحبائي السادة المشاهدين لما سيقال. الإنسان مننا، خلي بالكم يا أحباب، هذه المملكة الإنسانية، التكوين الإنساني، خلي بالكم يا أحباب، بيدور حول خمس. مملكتك أنت كإنسان، أي إنسان، مملكة الإنسان تدور حول خمس: الجسد والأصل فيه، الجسم، الجسد والأصل فيه وعاء، خلق من التراب، وعاء ترابي، منها خلقناكم، أي الأجساد خلقت من تراب الأرض. ومعلوم بعد ما ينتهي أجل الإنسان ويعود الجسد إلى رحم أمه التي يعني خرج منها وخلق منها، وهي الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، ده عند البعث والنشور. يبقى هنا الوعاء الجسد، داخل هذا الجسد الحق أودع سبحانه وتعالى أربع، خلي بالكم يا أحباب، بيدور حواليهم أسرار الله تعالى في مملكة الإنسان. أودع ما يسمى بالعقل، وأودع ما يسمى بالنفس، وأودع سبحانه وتعالى ما يسمى بالقلب، ونفخ سبحانه وتعالى ما يسمى بالروح. يبقى داخل هذا الوعاء الجسد البشري في أربعة، الأربعة دول اللي هم العقل والنفس والقلب والروح، نفخة الرحمن سبحانه وتعالى، بيدور يعني حولهم كل أسرار الله عز وجل في مملكة الإنسان. متى يصح التوحيد؟ عندما تلتقي هذه الرباعية، خلي بالكم، في وحدة واحدة. خلي بالكم الكلام، متى يصح توحيد العبد، ومتى يتحقق العبد بالوحدانية ويرتقي إلى كونه عبد رباني، يبقى عبد رباني متصف بصفات الله، بأوصاف الله تعالى، الحق يتجلى عليه ويخلع عليه من أوصافه سبحانه وتعالى، عندما تجتمع هذه الرباعية في وحدة واحدة. السؤال بقى هنا، كيف ومتى تجتمع هذه الرباعية؟ إزاي يجتمع العقل، خلي بالكم، مع النفس، مع القلب، مع الروح؟ العقل بيمثل في مملكة الإنسان، يمثل قائد ركب مملكة الإنسان. طيب النفس هي جوهر ذات الإنسان، ومعلوم أن النفس البشرية نفس واحدة متصفة بعدة أوصاف. الأصل فيها أمارة بالسوء، ولها وصف آخر وهو صفة اللوامة، لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولها صفة ثالثة وهي النفس الملهمة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. ثم بعد ذلك توصف بالنفس المطمئنة، والنفس الراضية، والنفس المرضية، والنفس الكاملة، لقول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عشان الإنسان يوصل، خلي بالكم يا أحباب، يوصل للنفس الطيبة المطمئنة، النفس الراضية المرضية الممنوحة من الله إذن الدخول في حظيرة العبودية، والمحظية بشرف النسبة والانتساب لله عز وجل، فادخلي في عبادي، والمقامة في جنة أنس الله، وادخلي جنتي، لابد من مجاهدة النفس. طيب يبقى هنا العقل ده قائد المملكة، والنفس هي جوهر ذات الإنسان ولها أوصاف كما ذكرنا، والقلب ده موطن النية ومحل السر
وموطن الإيمان، وخلي بالكم يا أحباب، ومحطة استقبال تجليات الله وفيوضات الله. طيب والروح دي نفخة الرحمن، ونفخت فيه من روحي. ده الروح يا أحباب ملاش أي علاقة بعالم الأرض، يعني ملاش علاقة لا بالدنيا ولا بعالم الأرض. الروح منذ أن نفخها الله في الإنسان إلى أن يعود الإنسان إلى الله بعد البعث والنشور، هي لا تفارق حضرة ربها نافقها الله سبحانه وتعالى. ما فيش حكم يعتلي الروح، لا زمان، لا حكم زمان ولا حكم مكان. طيب نرجع بقى للعقل. العقل عندما يكون عقل سليم، يعني ايه سليم؟ يعني خالي من الاهواء. اهواء ايه؟ اهواء النفس. النفس الاماره بالسوء لها دخنه، يعني نعبر كده نقول يا دخانه، دخنه. هذه الدخنه عندما تصعد الى العقل تطمس نور العقل، فيضل صاحب العقل وينقاد خلف هوى النفس. يبقى عقل معطوب، خلي بالكم، غير راشد، غير رشيد، ونفس مريضة في خلل حاصل هنا، وقلب معتل مريض بحب الدنيا، في مكان أو محل لعلائق أو تعلق بغير الله تعالى، خلي بالكم، مريض في حسد، في غيرة، في كذا في كذا في كذا، الأمراض التي تعتلي القلب الغير سليم. طبعا لما تكون الرباعية دي كل جزئية يعني مستقلة بما فيها من حال، وخلي بالكم يا أحباب، يبقى هنا الإنسان يبقى شبه، عفوا هقول لفظ عمي، متبعتر، يبقى متبعزق، عقله في ناحية غير راشد، نفسه في ناحية، هو نفسه قائد بيقود عقله ماشي ورا هوى النفس، يبقى عقل غير سليم، غير راشد، غير رشيد، قلب مليان أغيار، حب دنيا، في طمع، في حسد، في جشع، في أنانية، في بخل، في حرص. واصل احباب، يبقى هنا كل وحده يعني ايه، يعني متعلقه بحال يخصها، وللاسف حال سيء. الروح هنا يا احباب هنا تبقى يا عيني يعني في حال ايه، يعني مش لاقيه ذاتها، مش لاقيه ذاتها الروح. ليه؟ عقل مريض، نفس مريضه، قلب مريض. الإنسان مع الاستقامة بقى ومع مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، خلي بالكم لما الإنسان يجاهد بقى نفسه بالمخالفة ويجاهد أهواءها وهكذا، هنا يفتح الله له سبحانه وتعالى باب وسبل الهداية إليه عز وجل. أحبائي السادة المشاهدين، نستكمل الحديث بمشيئة الله تعالى في اللقاء التالي. إلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله تعالى وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.